من هنا، من هذه الأرض الأبية الطيبة، نلتقي من جديد في دورة الألعاب العربية 15، نجتمع ونخطو خطوة جديدة بمنافسات متنوعة وتنافس شريف، نعزز من خلاله قيم التنافس، ونؤكد على معاني الأخوة ومصافح العطاء تحت مظلة هذا الاتحاد الذي يقود أبطالنا لمزيد من الإبداع في مضمار المنافسة الرياضية الشريفة، تأكيداً على أواصر المحبة وتحقيقاً لدعم نجومنا وأبطالنا الذين نراهن على مستقبلهم ونتطلع لتميزه، والذي ستخلده منصات التتويج وتحفظ به ذاكرة الذهب.